نذهب لمواجهة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. الوداد والأهلي اعتادوا في آخر 7 مواسم الوصول للمباراة النهائية إلا في استثناءات. أكبر فريقين في القارة الأفريقية في مواجهة بعضهما مرة أخرى في نهائي آخر لدوري أبطال أفريقيا. كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة أمام النادي الأهلي الكبير؟ كما تعلم هما كبيران في أفريقيا الأهلي والوداد، بالتأكيد هما فريقان كبيران ومن الطبيعة أن نراهما في المباراة النهائية. الوداد أيضا فريق كبير، حينما نصل للمباراة النهائية كما نقول أن الفريق الذي يصل للنهائي بالتأكيد هو فريق يستحق، ونحن من سيفوز إن شاء الله بهذه المقابلة النهائية.